صوت أعضاء البرلمان العراقي لصالح حظر تمرير الحكومة أي قرارات دون العودة إلى البرلمان وأخذ موافقته. وقال أعضاء في البرلمان إن هذه الخطوة تأتي من أجل تقييد صلاحيات رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي مرر من جانب واحد إصلاحات في أب أغسطس الماضي يعتبرها البرلمان انتهاكا للدستور، كإقالة نواب الرئيس ورئيس وزرائه وخفض رواتب موظفي الحكومة. ومعنا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. طارق، يعني بعد تصويت البرلمان هل هذا يعني أن العبادي أصبح عاجزا الآن عن القيام بأي إصلاحات جديدة؟ نعم خالد، أعلنت رئاسة البرلمان العراقي بأنها لم تطرح سحب التفويض أمام نواب البرلمان العراقي، لكنها ووفقا للجنة النيابية القانونية جمدت فعليا وفقا للمادة 59 ثانيا من الدستور العراقي، أوقفت أو جمدت فعليا كل صلاحيات رئيس الوزراء فيما يتعلق بتخويله خلال 3 أشهر وإعطائه تخويلا من البرلمان للمضي بمشروعه الإصلاحي كما يسميه هو. وبهذا أصبح العبادي أو عاد العبادي إلى صلاحياته الدستورية التي تنص على عدم اتخاذه أي قرار دون العودة إلى مجلس الوزراء الذي سيصوت وفق النظام الداخلي على أي قرار يتخذه هذا المجلس، ثم يتم تحويله إلى البرلمان العراقي الذي يصوت بدوره على هذا القرار ليصبح قانونا. وبهذا أصبح العبادي الآن وحيدا ليس فقط بمجابهة ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه، بل أيضا بمواجهة البرلمان العراقي، بالإضافة إلى أن كثيرين من نواب البرلمان العراقي تفاجؤوا بعرض هذا القرار للتصويت لأنه لم يكن موجودا أصلا على جدول أعمال جلسة اليوم، وعرضه رئيس البرلمان بشكل مفاجئ، ما يترجم فعليا سوء العلاقة بين رئيس السلطة التشريعية السيد سليم الجبوري وبين رئيس الحكومة وهو أيضا رئيس السلطة التنفيذية حيدر العبادي الذي يتهمه البرلمان وكذلك كثيرون من نواب ائتلافه. نعم. ائتلاف دولة القانون بأنه يتفرد باتخاذ القرار وبأنه نعم. لا يعود إلى كتلته أو حتى إلى البرلمان العراقي في اتخاذ قرارات وصف الكثير منها بأنه يتعارض مع بنود الدستور العراقي. شكرا طارق ماهر مراسلنا، كنت معنا من بغداد.